plant cultivation and how to control the conditions of the plant cultivation. احنا نعرف انه هون plant under the control conditions, اما انه تكون عن طريق the plant tissue culture او عن طريق cultivation, وهذا من خلال هذه يكون the plant under controlled condition. بالنسبة لل cultivation process, mostly we can, it is under our control, so we can change the environmental factors to produce the best yield of the product. حتى نحصل على احسن yield من the product. فمرات نغير بعض الظروف البيئية بال environmental conditions حتى نحصل على الييلد العالي, والييلد حتى نحسنه أما أنه نزيد the quantity and improve the quality of the plant. ال quantity نقصد به الكمية مال النبات, كل ما تكون كمية النبات أفضل كل ما يكون عندنا الييلد أو الناتج يكون أفضل, والكواليتي هي كل ما نحسن قابلية النبات على تكوين ال natural drug, يعني كل ما يكون النبات قادر على تكوين كمية أكبر من الناتشورال دراج فنقول عليه أنه of good quality. وإضافة أنه كل ما يكون تكاثر النبات أسرع وأفضل أيضا يكون حصل على good quantity, وهذه نقدر نغيرها عن طريق تغيير بعض الـ environmental factors. من ضمن الـ environmental factors هي temperature, الفاكتور الثاني هو moisture الرطوبة, الفاكتور الثالث هو السويل, ممكن انه نغير من طبيعة السويل وبالتالي حنحسن من الانتاج مال النبات, ايضا الافكت اوف لايت او الراديشن الضوء, الداي بيريود ايضا فترة الداي بيريود طبعا هي نوعا ما تكون اندر كنترول, بينما الداي بيريود يعني ايش قد يكون عندنا الداي وايش قد يكون عندنا النايت, فهنا مثلا نختار اماكن لزراعتها اعتمادا على فترة الداي, فترة النهار وفترة الليل, ايضا السيزونز اند ذا تايم اوف كولكشن, والفاكتور الاخر هو الالتيتيود. فأول فاكتور ناخذ التمبرتشر. نحن طبعا النباتات بصورة عامة لها فد نوع من الأفضلية للحرارة, فسم اوف ذا بلانتس ار سوليلي جرون ان هوت ريجنز, يسموها بالثيرموفيليك بلانتس. هذه الثيرموفيليك بلانتس تفضل درجة حرارة بين 30 الى 65 درجة مئوية. الاكزامبل عليها هي الكاكاو, الكولا, نبات الكولا, الكوفي بينز, البلاك بيبر, الفلفل الأسود, أو نبات السنكونة. هذه بطبيعة النباتات تكون ثيرموفيليك. ليش سميناها ثيرموفيليك؟ لأنه درجة الحرارة المفضلة لها بين 30 إلى 65 درجة مئوية. So they are better cultivated in hot area. النوع الثاني, لكن the majority of the plants they grow in the moderate at moderate temperature, ويسموها بالميزوفيليك plants. ما عندنا احنا نباتات, يعني قليل من النباتات تفضل درجات الحرارة الواطية اللي تكون على مدار السنة اقل من 10 درجة مئوية, لكن اكثر الطحالب مثلا تكون تنمو في هذه الدرجة, لكن بالنسبة للنباتات اغلبها تكون ميزوفيليك, وايضا اكو عندنا ثيرموفيليك. Also according to the season of growing, احيانا اكو قسم نباتات تكون موسمية, so they are seasonal plants, and according to the season of growing they are classified into the cool season plants, اللي دائما الكروبس والانتاج مالتها يظهر في فصل الشتاء, او warm season plants اللي هو الانتاج مالتها يكون في فصل الصيف, and intermediate season plants اللي يكون الانتاج مالتها اما بالسبرينج او بالاوتم, وهكذا. الفاكتور الاخر اللي احنا حناخذه هو المويستشر فاكتور. Moisture factors according to the requirement of water, حسب الحاجة إلى الماء, the plants can be classified into xerophytes, اللي هي dry regions plants. Xerophytes أو the plants اللي ممكن أنه تنمو في الصحاري, وعندنا hydrophytes اللي هي wet region plants, وعندنا النوع الثاني ميزوفايت هي الميدل ريجن بلانتس. فالزيروفايت اللي هي دراي ريجن بلانتس اللي تنمو بالمناطق الجافة, الهيدروفايت اللي هي الويت ريجن بلانتس اللي تنمو فقط في المناطق الرطبة, والميزوفايت اللي هو الانترميديت او الميدل ريجن بلانتس اللي تنمو في مناطق بحيث تكون الرطوبة مالتها متوسطة. بالنسبة للزيروفايت they can maintain water inside and resist dry weather, ممكن انه تحافظ على كمية الماء بداخلها وتقاوم جفاف الجو. الاكزامبل عليها هو الارتميزيا that is obtained from
that contain artemisinin او عندنا الالوفيرا اللي هي اثنيناتها هي عباره عن وايلد بلانتس وهذه تكون كزيروفايتس. طبعا اكثر الزيروفايتس هي تكون عباره عن وايلد بلانتس يعني هي عندها قابليه انه تتكيف مع الوسط الجاف. لكن الهيدروفايتس اللي هي الويت ريجن بلانتس وهذه الهيدروفايتس اللي هي ذوز ذات كان توليريت هاي ليفل اوف ووتر بحيث يكون نسبه الماء هي اعلى من الطبيعي. الاكزامبل عليها هي النيريوم اوليندر اللي هي سورس اوف اوليندرين اللي هو الكارديو اكتيف جلايكوسايد او السالكس. دائما مثلا نيريوم اوليندر او اللي يحتوي على الاوليندرين يفضل وجود منطقه بها هاي ليفل اوف ووتر او مثلا نبات السالكس اللي هو السورس اوف ساليسيليتس اللي ايضا يفضل انه يكون بالويت ريجن. الميزوفايتس they can tolerate moderate level of water يعني لا يكون high level ولا يكون very low level and like Atropa belladonna أو digitalis. Atropa belladonna هو نبات ست الحسن والديجيتاليز اللي هو يسموه كف الثعلب واللي هو الديجيتاليز بيربيريا هذه اثنين من النباتات اللي تعتبر من ضمن الميزوفايتس الميزوفايتس. هذا بالنسبة للموستر فاكتر. احنا خلصنا تو فاكترز اللي هي الموستر فاكتر والتمبرتر. ناخذ السويل فاكتر. الان السويل فاكتر according to the type of soils also plants are classified into plants that grow in acid soil اللي هي مثلا ديجيتاليس بيربيريا او الجاردينيا اللي يفضلون انه تكون التربه حامضيه او بلانت جرو ان الكالين سويل اللي هي اكثر شيء الالكالويد القلويات بصوره عامه يفضل انتاجها في سويل بطبيعته يكون الكالين فالالكالويد بروديوسينج بلانت مثلا عندنا السنكونا او الاتروبا بلادونا. فاذا ايضا ممكن انه نتحكم بالسويل بالاسيديتي مال السويل وحسب الاسيديتي اكو عندنا الاسيد سويل اللي يفضل يعيش به الديجيتاليس بيربيريا او الجاردينيا او عندنا الالكالين سويل اللي تفضل تعيش به مثلا نبات ست الحسن الاتروبا بيلادونا او الديجيتاليس. ايضا عندنا الايفكت اوف لايت او الراديشن فمثلا دائما الكوانتيتي اوف ذا مثلا جلايكوسايز دايركتلي بروبورشنال تو لايت اند لايت افكت ذا بروسيس اوف فلاورينج سو افكت ذا اكتيف كونتنتس اوف فلاورز. احنا دائما مثلا اكثر شيء تتاثر باللايت او بالراديشن هي الجلايكوسايد ويتاثر ايضا الفلاورينج بلانتس. ليش الفلاورينج بلانتس؟ بيكوز ذا موستلي ذا flowers are open during the day or whenever there is more when it is lighter لما يكون اللايت اكثر فيكون الفلاورز will be more open and more active فبالتالي حيزيد الكونتنت بالفلاورز خاصه مثلا اذا عندنا الاكتف كونستيتوينت موجوده بالفلاورز فالافضل شيء لما يكون عندنا اللايت اكثر بالمنطقه. الشغله الثانيه عندنا الجلايكوسايد. ليش الجلايكوسايد؟ لانه تحتوي على الجلوكوز وهذه بداخلها والجلوكوز يحتاج الى الفوتوسينثيسيس بروسيس فكل ما يكون اللايت اكثر كل ما هذا حيؤدي الى زياده الجلايكوسايد. وايضا احنا عندنا اكثر السورسز بالبايوسينثيتك باثوي as a main source of the phytochemical content هو الجلوكوز اللي يتحول بعدين خلال عمليات ثانيه فكل ما يكون عندنا اللايت اكثر كل ما هذا حيؤدي الى زياده العمليات الايضيه وبالتالي حيؤدي الى زياده البرودكت. الفاكتور الاخر هو الداي بيريود ايضا الفترة النهار. احنا دائما مرات فترة النهار اذا كانت قصيرة او طويلة ممكن تأثر على البايوكيميكال باثوي فور ذا فايتوكيميكال سينثيسيس. فمثلا عندنا اكزامبل وين منثا بيبراتا از كالتيفيتد يعني نبات المنثول از كالتيفيتد اندر لونج داي كونديشن ذا سكندري ميتابولايتس هي المنثول والمنثول والمنثوفيوران. لكن نفس البلانت از كالتيفيتد
planted in short day condition, the product will be different, which is the mento, which is more mento furan. فإذا كمية الأكتف كونستيتونس مرات تتأثر بالديلايت. إذا كانت مثلا الإكزامبل عليه المنثو بيبراتا اللي هو نبات المنثول، فالأكتف كونستيتونس أو السكندري برودكتس أو السكندري ميتابولايتس اللي تتكون إذا زرع بالدي بالمكان اللي بيه لونج داي كونديشن، فهذا ينطينا مثلا مواد مثل المنثون والمنثول والمنثوفيوران. لكن إذا أخذنا نفس النبات وزرعناه في منطقة that short of short day condition, the only metabolite will be menthofuran. فلهذا yield ممكن أنه يتغير أيضا بالday period. الأخ اللي هو season and the collection time. Season, we have to consider the season and the age of the plant or the time within the day for the plant's collection. فمثلا واحدة من المحاذير يقول لك don't collect the plants when their leaves are covered by the dew because the dew اللي هو قطرات الندى because the dew will dissolve the active constituents. مثلا الغامز والريزنز دائما they are better to be collected during dry conditions or dry weather. يعني لما تكون مثلا رطوبة عالية مو مفضل انه انت تسوي collection للغامز او الريزنز. الفلاورز مثلا they are collected during the day because during the day they are fully expanded. فلهذا مرات احنا نتحدد بالسيزن مال الكل، يعني الكولكشن از دون ات سيرتن تايم وذن ذا يير اور وذن اور وذن ذا يير. فمثلا الجامس اند ريزنز دائما نختار الوقت اللي يكون الوذر مالتنا دراي. ايضا دونت كولكت ليفز ذات ار كفرد باي ذا ديو. الشغلة الثانية إذا كان عندك flowering plant it is better to collect it during the day because the flowers at this time are fully expanded. والفاكتور الأخير هو altitude. Some drugs need high altitudes like tirobarb or cinchona. قسم منها تفضل أنه تعيش بالمرتفعات، مثلا التيروبارب أو النبات السنكونة. Thank you very much and subscribe in the channel.